السلام عليكم، معكم دكتور علاء احمد الجراح من كليه تكنولوجيا المعلومات قسم الشبكات. المحاضره اليوم ان شاء الله بعنوان المينيمم سبانينج تري ضمن ماده ومنهاج المرحله الاولى الاندرج بريك. المرحله الاولى ماده ديسكريت ستراكشر. الاوتلاين لهذه المحاضره ان شاء الله راح تكون عن السبانينج تري اللي هي الشجره الممتده وبروتوكول الشجره الممتده المينيمم سبانينج تري والكروس كاو الجوريثم. بداية احنا نعرف شو من السبانينج تري. السبانينج تري هو شجرة ممتدة، هو من المبدأ الأساسي اللي يعتمد عليه بروتوكول الشبكة ومن النتورك لاير. البروتوكول السبانينج تري بروتوكول اللي تعتمد عليه شبكات الانفورميشن المعلومات، من بروتوكول أساسي ومهم. هذا البروتوكول يعتمد على مبدأ السبانينج تري. السبانينج تري احنا عندنا الجراف اللي هو يتكون من نمبر من العقد اللي هي هاي نود مسميات ال B وال F وال C، كذلك نمبر اف ال H، ال H اللي هي الكونكشن الرابط ما بين هذه النود. السبانينج تري هو اقل عدد ممكن من العقد هذه الممتده وتكون مترابطه فيما بينها، يعني ممكن اقل عدد ممكن من هذه الوصلات اللي رابطه بين العقد اللي ممكن اني اخذها بشرط بانه تكون جميع العقد مرتبطه مع بعض. اذا اخذنا هذا الجراف اللي موجود، اذا حولناه للسبانينج تري بانه راح اشوف هذه الوصله الممتده ايش ما بين البي والاف ما راح احتاجها، كذلك الوصله الممتده ما بين الاف والدي ما راح احتاجها، كذلك الدي والاي والاي والبي. اللي حقق لي السبانينج تري بانه اقل عدد من الايدج المرتبطه بانه الشكل الثاني. المينيمم سبانينج تري بانه اقل عدد من الايدج اللي ممكن اخذها، لكن عندما يكون عندي ويت لكل ايدج وزن خاص بي. هذا يعتمد خاصه في خوارزميات البحث السيرش الجوريثم، هذا المبدا الاساسي. من النهايه من اريد افوت كل مسار اكيد اكو هذا المسار انتقل من العقده بي الى العقده اف، لانه هذا الى ويت الى كوست. هذا الكوست هنا على سبيل المثال واحد، وعندي من الانتقال من البي للاف واحد، من الاف للسي اثنين، لكن الانتقال من البي للسي خمسه. فعلى سبيل المثال اذا اردت اني انتقل من البي للسي ضمن المينيمم سبانينج تري راح اشوف بانه انا عندي ثلاث مسارات. المسار الاول من البي للاف ومن الاف للسي، كلفه هذا المسار واحد زائد اثنين ثلاثه. كذلك عندي المسار الثاني ينتقل مباشره من البي للسي، لكن كلفه هذا المسار الويت مالت كوست خمسه. عندي المسار الثالث اللي هو الانتقال من البي للاي، كلفه ثم من الاي للسي ايضا وصول لنقطه السي، لكن كلفه هذا المسار تسعه زائد واحد عشره. المينيمم سبانينج تري راح يختار اقل كوست للمسار واحد من ذن المسارات الثلاثه، اللي راح يكون المسار الاول اللي هو البي اف للسي اللي هو كلفه المسار ب 3. هذا اكثر شيء نستخدمه المبدا الاساسي للبروتوكول سبانينج تري بروتوكول، كذلك الالجوريثم سيرش تعتمد عليه. على سبيل المثال اللي موجود عندنا بالداتا مايننج تنقيب البيانات، بانه انا احسب على اساس الكوست كيف انتقل من نقطه بدايه عقده بدايه الى عقده طرفيه الديستنيشن نود ضمن مينيمم كوست. من ضمن اهم الخوارزميات اللي تعتمد على المينيمم سبانينج تري ولحساب المينيمم سبانينج تري خوارزميه الكروس كات الجوريثم. اربع خطوات اساسيه تعتمد عليها خوارزميه الكروس كات الجوريثم. الستيب الاولى بانه انا اي جراف راح يجيني اللي هو يحتوي على عدد من النود اللي تسمى بالفيرتكس، كذلك عدد من الكونكشن اللي تسمى بالايدج. اوكي؟ اول فقره اول ستيب راح اجي ارتبها الرينج اوف ذا ايدج اوف ذا جيفن جراف، ارتبها النون ديكريزنج اوردر بالنسبه لما ريسبكت تو ويت. الستيب الثانيه نختار ذا سمولست ويت ايدج بانه اقل يعني كونكشن الويت مالته الكوست مالته. اهم الخطوه الثالثه الستيب الثالثه بانه لازم يكون ما عندي سايكل، تكون عندي لوب سايكل. هذا هنا المفروض اضمن بانه نو سايكل انكلود ان ذيس ايدج. الخطوه الرابعه بانه راح نعيد الخطوه اثنين وثلاثه ونكمل الى ان نضمن كل العقد اللي موجوده بالجراف مالتي. ناخذ اكزامبل بسيط على نفهم عمل خوارزميه الكروس كاو الجوريثم.
اذا كان انا عندي هذا الجراف اللي نعطيه على العين الشاشه يحتوي على نمبر من النوب الايش، كذلك عندك كونكشن ما بين هاي الفيرتكس. السير الاولى راح اسوي الجدول الخاص بي، الايدج نمبر الفيرتكس بير الايدج ويت، اجي اخذ الايدج 1 اللي هو يربط لي ما بين البير الفيرتكس بير اي عن بي الفيرتكس بير، اجدد الويت مالته الكوست مالته 20 راح انزل. انتقل للايدج 2، الايدج 2 يربط لي البير الفيرتكس بير الاي سي اللي هو ذن النودات الاثنين اللي يربط لي اياهم الكوست مالته 6، وانتقل للاخير لكل الايدج اللي موجوده. على سبيل المثال اي 8 ايدج 8 اللي هو هذا يربط لي البير الدي اي الكوست مالته 3، الايدج 9 يربط لي الدي اف الكوست مالته 14. اول فقره الاولى ستيب 1 نزلت كل الفيرتكس بير اللي عندي، كذلك الايدج ويت حسب الايدج نمبر نزلتهم. الستيب الثاني راح اجي اسوي ري ارانج، اعيد ترتيبهم ريسبكت تو المن ريسبكت تو ايدج ويت للكوست من الاسيندنج اوردر من اقل كوست الى اعلى كوست. اجي اول كوست اللي هو الاي 4 الكوست مالته 1، الاي 7 2، الاي 8 3، الاي 5 الى ان اوصل الاي 1. اشوف اللي كان عندي بالبدايه عفوا الاي 1 الكوست مالته 20، صار هنا أنا اخر واحد بالتسلسل اللي عندي. ننتقل بعدها راح ننزل كل النود الفيرتكس اللي موجوده عندنا حسب المخطط اللي نطانا اياه اللي هو هذا، لكن انزل فقط النود فقط الفيرتكس بدون الايدج. راح اجي انزلهم مثل ما واضح عندي الامر. اول ايدج راح يكون عندي اللي هو اي 4، اول واحد اجي اربطه اللي هو الاي 4 الفيرتكس بير ما بين بتوين البي ان سي، البي ان سي يربط لي فقط ما بين البي ان سي، ايش قد الكوست مالته راح انزله 1. ثم انتقل للايدج الثاني الاي 7 يربط لي السي الدي، السي الدي الكوست مالته 2 راح اجي انزله. الاي 8 يربط لي الدي الاي، اجي ارسم هذا المسار الدي اي الكوست مالته 3. ننتقل لل الاي 5 البي اي، وين البي للاي؟ هنا اذا مديت البي للاي راح يصير عندي سايكل، فبالنسبه للسايكل هذا اللوبينج مرفوض عندي ضمن عمل الخوارزمي، اللي راح يصير عندي اوبن لوب راح يستمر للانفينيتي، فراح اهمله اللي يصير عندي بي سايكل اللي هو الاي الاي 5 الاي 8 دي اي الاي 5 البي اي راح هنا يلغي عندي البي اي يسوي لي سايكل يلغي عندي. انتقل المن للايدج اللي بعده الاي 6 اللي هو يربط لي ما بين البي اف الكوست مالته 5، ثم انتقل للاي 2 يربط لي الاي سي، الاي سي الاي 2 الكوست مالته 9. هنا راح اجي اروع للشكل مالتي، هل تم توصيل جميع النود اللي موجوده؟ اذا تم توصيلهم كلهم وما بقت عندي نود ما متصله، فهنا يكتفي شغل الالجوريثم ويوقف عملها. اذا ظلت عندي نود ما مرتبطه اجي اعيد واخذ بقيه الايدج حسب المخطط اللي واضح امامي بانه كل النود كم تغطيتها وكم الاتصال بها. فهذا السبب هنا راح يتوقف عمل الخوارزميه، تنتقل الى مرحله نحسب المينيمم سبانينج تري النهائي اللي كان عندي حسب المخطط اللي عندي. راح اجي احسب كوست كل مسار من الاف للبي 5 زائد من البي للسي 1 هاي 6، ثم من السي للاي 9 15، ثم 2 زائد 3. فالمينيمم سبانينج تري فور ذا جراف النهائي اللي عندي هذا اصبح عندي 20. هنا حذفنا تقريبا
عدد الكونكشن الايدج اللي صار عندي يساوي النمبر اوف الفيرتكس توتال فيرتكس اللي عندي اللي هم 6 ناقص 1 يعني اصبح الفيرتكس النهائي الايدجات النهائيه توتالي فقط 5 من اصل اللي كان عندي اكثر حسب المخطط اللي كان عندي اكثر من 9. الرفرنس النهائي لهذه المحاضره for discrete mathematics and its application للعالم الدكتور اش روسل اللي تم الاعتماد عليها النسخه الثامنه من سنه 2019. شكرا لكم.